في عمر 6 سنوات يمكن للأطفال الآن مشاركة في الحديث وإدراك معنى الوقت. يستعرض هذا الفيديو أنشطة تعزز قدرة طفلك في عمر 6 سنوات على التلقي. النصيحة الأولى: العبي معه ودعيه يفكر بإجابات مختلفة للأوصاف التي تذكريها. مثلاً اذكر حيوانات تأكل ورق الأشجار، أو اذكر بعض الأشياء التي يمكنها الطيران. النصيحة الثانية: اكتبي أفعالاً وتصرفات على قطعة ورق واقلبيها على الطاولة. تناوبا على اختيار الورق وتمثيل ما هو مكتوب عليها، مثلاً قيادة السيارة، إعداد كعكة أو التصفير، لتمرينه على المهارات الإبداعية والتخيل، فضلاً عن تعزيز قدراته اللفظية.